نعم، بحسب بيان للجيش الأوكراني، القوات الأوكرانية صامدة عمليا في محيط العاصمة كييف. هنالك إسقاط لمروحية كانت قد شاركت في الهجوم، وأيضا هنالك صور نشرها الجيش الأوكراني لشخصين، لجنديين روسيين تم أسرهما في تلك المعارك. هنالك حديث لوزارة الداخلية بالمناسبة بأن خطوط خدمات الاتصالات المتعلقة بالطوارئ والإطفاء متعطلة وجاري العمل عليها. أيضا هنالك حديث عن أن أوكرانيا بحاجة إلى 120 شاحنة لنقل المزيد من العتاد العسكري. هنالك طلب للتطوع باستخدام 120 شاحنة لنقل عتاد عسكري.